سادتي توماس وبانكا وقد تحبط الطائرة بحمد الله تعالى في سنغافورة حتى توقيت المحلية لشيء الساعة 8 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية 19 درجة مئوية. صباحكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مكالمة وإن التوقف ترى نهائيا وتطلع شهر الطاقة في خزائن العربية. يجب حضرتك كاب ترانزيت المتابعين السفرين بمحطات أخرى متابعة الموظفين الأرضيين داخل الطائرات القادمين. حضرات المسلمين المتابعين السفرين معنا الى دبي مدة ترانزيت ستكون حوالي ساعة. اتصلنا بالانظمة المحلية هنا في سنغافورة من جميع ركاب ترانزيت مغادرة الطائرة وتوجه الى قاعدة ترانزيت. يجب عليكم التوجه من اجل جميع بتاعتكم الشخصية. نرجو اعلامكم بان نصل الدعم اليكم ونرحب بكم. Yeah.
Thank you.